وللحديث عن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن معنا من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. مرحبا بك معنا سيد شاهو. مرحبا، تحياتي لكم. أهلا بكم. الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن تنطلق الأربعاء المقبل. بداية، هل تمتلك حكومة الكاظمي مقومات الحكومة ذات السيادة كي تحاور واشنطن؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الأمر وخاصة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، نرى أن هناك أصلا ضغوطات كبيرة تمارس على الحكومة العراقية من قبل جهات لا دولة، على يعني تمارس على الدولة حتى تقوم باتخاذ بعض الإجراءات في بخصوص هذا الحوار، و لا يتم التأكيد أو الإصرار على المصلحة العراقية أو الإصرار على المصالح والتي تتحقق لدولة العراق من خلال هذه الاتفاقيات، أو النظر إلى المصير هذه القوات أو كيفية حاجة العراق إليها، وبالتالي تدخل في ضمن المزايدات السياسية. وخاصة أننا نرى أن حكومة الكاظمي هي حكومة تشكلت أصلا من اتفاق الأطراف السياسية الموجودة داخل العملية السياسية، وخاصة أيضا التي لديها سلاح خارج نطاق الدولة وهي تؤثر على المفاوضات، وبالتالي قد لا يكون لدى الكاظمي أو الحكومة العراقية متسع واسع للتحرك والحوار مع الطرف الأمريكي، وخاصة أن هذه القرارات تخضع للأطراف السياسية، وأيضا لديها قوة داخل البرلمان تستطيع أن تجابه قوة الحكومة، وأصلا الحكومة لا تستطيع أن تتجه لأي خيار تتعارض مع مصالح الأحزاب السياسية وخاصة التي لديها ذراع مسلح، وبالتالي الحكومة ليست في المجال التي تستطيع أن تتخذ قرارات مستقلة بهذا الخصوص. بعكس الجانب الأمريكي الذي يتسب بالوضوح ويستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة حيادية، بعكس هذا الطرف، لأن الطرف العراقي كما نرى وهذا ما أكده مسؤولون حكوميون سيد شاهو عندما قالوا بأن الميليشيات المدعومة من إيران ستصاعد من هجماتها بالتزامن مع بدء الحوار كي تفرض أجندتها وأجندة طهران من خلفها. تماما، للأسف ضعف الحكومة العراقية يؤثر بشكل سلبي على هذه المفاوضات أيضا، وبهذا الأمر كلما تم التحدث عن أي حوار مع الطرف الأمريكي ومع أطراف أخرى وحتى مع بخصوص الواجبات التحالف الدولي، نرى أن هناك تصعيد من قبل الميليشيات المسلحة، وهذا يعني أن هذه الميليشيات المسلحة ليست فقط أذرع مسلحة خارجة عن الدولة داخل العراق، بل هي تعمل وفق أجندة خارجية، ومن الواضح أن هذه الأجندة هي الأجندة الإيرانية، لأننا نرى أن إيران تحاول أن تستخدم الساحة العراقية كساحة لتصفية الصراعات مع باقي القوى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تستخدم هذه الميليشيات وترسل لها الصواريخ لاستخدامها لكي تفرض ضغوطات على الجانب الأمريكي، وبالتالي يعني يظهر أن الطرف الميليشياوي الطرف العراقي يكون أضعف مقابل الطرف الأمريكي في داخل هذه المفاوضات، وأيضا الطرف الأمريكي لا يستطيع أو لا نرى أي صانع للقرار مستقل، يعني هناك أكثر من رأس، لا يوجد مركزية للقرار لصنع القرار داخل العراق، وهذا أيضا يصعب من نشوء قرار عراقي مستقل للحوار مع باقي الأطراف سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أطراف أخرى، جهات إقليمية وجهات خارجية، وهذا يعني أمر طبيعي لسنوات طويلة من ديمقراطية هشة وسنوات طويلة من أسلوب المحاصصة التي مرت بها العراق. طيب، بالتزامن مع ذلك كان هناك حديث عن نقل شحنات أسلحة للميليشيات الإيرانية من العراق إلى سوريا ميدانيا، هل تعد هذه الخطوة ذات قيمة فعليا بالنظر إلى التوتر الحاصل في العراق؟ طبعا هذا الأمر معروف، وأصلا الغاية من سيطرة الميليشيات على المناطق الحدودية وخاصة كتائب حزب الله وبعض الميليشيات الأخرى كالنجباء وعصائب أهل الحق، الغرض من السيطرة على هذه المناطق وعدم الخروج من مناطق تم طرد تنظيم داعش منها
وعدم السماح بعودة أهاليها، هي الغرض الرئيسي هو لتحويل هذه الأماكن إلى ممرات لنقل الميليشيات والأسلحة إلى باقي الدول، وتحويل العراق كمصدر لنقل الفوضى إلى باقي الدول. ونرى أن هذا الأمر يتكرر خلال هذا الأسبوع، أيضا تكرر هناك معلومات من عدة مصادر بأن هناك نقل للأسلحة ونقل للمعدات ونقل للميليشيات، ولأن الحكومة ليست لديها سلطة أو قدرة فعلية على السيطرة على هذه أو فرض السيادة أو السيطرة على هذه المعابر الحدودية، فهذا الأمر أمر أصبح واردا جدا وشبه يومي. وأيضا هذا يعني عندما يحصل قصف من قبل القوات التحالف الدولي على هذه النقاط أو على السيارات والشاحنات التي تنقل الأسلحة، هذه الميليشيات أيضا تقوم بردة فعل، وبالتالي تقصف أيضا المنطقة الخضراء أو المناطق الحساسة ومؤسسات الدولة، وبالتالي هذه العملية تؤثر أيضا سلبيا على هيبة الدولة وسيادة الدولة، وأيضا تؤدي إلى تدمير هذا الاستقرار الهش الذي أعلنوا عنه وروجوه بعد إعلان الانتهاء عن تنظيم داعش. نعم، ميدانيا أستاذ شاهو، مصادر صحفية أكدت أن الطيران الأمريكي دفع الميليشيات الموالية لإيران لإخلاء مواقعها تحسبا لهجوم محتمل، هل تحمل خطوات وتصريحات البيت الأبيض شيئا من هذا القبيل؟ بلا شك، كما رأينا سابقا أن الطرف الأمريكي لا يتحرك إلا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء الموجودة، يعني كما حصل في عندما قصفوا كركوك وقتلوا شخص أمريكي، وأيضا عندما كان هناك هجوم على السفارة الأمريكية، هذه الخطوط الحمراء عندما تجاوزت كان الرد الأمريكي قاسيا، ولكن دون ذلك الردود الأمريكية لا يعني ترتقي إلى المستوى الذي من الممكن أن يهدد كيان الميليشيات إلى الآن. يعني نحن رأينا أن الميليشيات تجاوزت وقصفت أربيل أيضا وقامت بعدة نشاطات في الفترة الأخيرة، ولكن لم نرى أي رد فعل أمريكي قوي بحيث تكون رادعا لهذه الميليشيات حتى لا تكرر هذه الأفعال. وبالتالي هذه العمليات حتى لو كان هناك قصف على بعض المواقع في هذه المناطق الحدودية، إلا أنها برأيي لن تكون رادعة كليا للميليشيات، لأنها سوف تعيد من ترتيب نفسها وسوف تقوم باستمرار في بناء المراكز المسلحة والمصانع التي تصنع فيها الصواريخ، وأيضا انتشار الميليشيات. وبالتالي هذه التحذيرات حتى لو حصلت، إذا لم تكن عمليات قوية رادعة للميليشيات وخاصة للرؤوس الكبيرة التي تديرها الميليشيات وتجفيف منابع اقتصادها ومنابع تمويلها، لا يمكن أن تتحقق الغاية القصوى منها أو الغاية التي يراد لها أن تتحقق، والذي قد يؤثر إيجابيا على الاستقرار في العراق. يعني بدون هذه الخطوات الجدية لا يمكن أن نتأمل تغييرا كبيرا في موازين القوى بشكل يؤثر إيجابيا على الاستقرار. الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.